بهدف دعم المنتجات الفلسطينية وتنمية الاقتصاد، جاء افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية غذاؤنا الذي أقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت واحد. لنتابع. في إطار العمل على توسيع قاعدة الإنتاج ودعم المنتج الوطني ليكون في مقدمة اهتمامات وأولويات الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات ذات العلاقة كعنصر أساسي في تطوير وتنمية الاقتصاد، والمرة الأولى منذ توقيع اتفاق المصالحة يأتي معرض الصناعات الفلسطينية غذاؤنا في الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس التوقيت. لقد عملنا على توفير بنية محفزة لنمو الأعمال والاستثمار من خلال تطبيق اللامركزية وإطلاق الحوافز والإعفاءات لتنفيذ المشاريع الحيوية وذات الأولوية التنموية في المناطق المسمى جين، وتابعنا تحسين البنية التشريعية والتحتية للصناعة، فأنشأنا المدن الصناعية وركزنا على تطوير البنية التحتية للجودة. مشاركة واسعة من المصانع والشركات العاملة في مختلف القطاعات، جاء المعرض في شطري الوطن في أجواء تتيح لرجال الأعمال والتجار عقد صفقات تسهم في تنمية قطاعي الصناعات والأغذية في الأراضي الفلسطينية. بالتأكيد المنتجات الموجودة هي منتجات نفتخر بها، بعض المصانع هي استفادت كذلك من مشاريع وزارة الاقتصاد. نتأمل أنه يكون هذه المصانع لها تأثير على استهلاك البضائع الفلسطينية في الأسواق المحلية. رغم الحصار الذي استمر لأكثر من 10 سنوات، لا يزال الفلسطينيون في غزة ينتجون صناعات متميزة وبمواصفات عالية جداً وذات جودة، حيث تشارك في الجزء الغزي من المعرض 37 شركة، من بينها 8 شركات قدمت من الضفة الغربية. أما في الجزء الآخر في الضفة الغربية فيشارك ما يقارب 100 شركة. من مدينة البير المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.